مدينه وما جات لك الضحكه. فاش تقولي لمك ما غاداش نصوم رمضان؟ يا ويلي انت يكون فينا الغدا؟ انت هي ما ديرش الغدا ما نحن ما تنقصوا بالغدا لا هي ما الفم تاعك حنا ما فينا ناكلو. حياني يا ربايدة حياني يا ربايدة حياني على زماني حياني يا ربايدة حياني يا ربايدة حياني على زماني. لاباس ماما لاباس تيا لاباس مزيان يعدي كلشي بخير ما مريضيش ما حدك تيا قاسة تقهقع بوحدك وكتغني وما السيرة تقولي يعني ما مريضيش. أنا جاية عمل الكوزينة دابا دخلت يلا أنا فايقة دخلت قلب على الكوزينة ما نتكال ما لقيت لا لا ما يتكال ما كاين فطور ما كاين غدا ويلي ما نحنا اليوم سادينو ها ما عندنا دقيق ما عندنا خضرة ديك الخضرة اللي كيجيبو بديك الدقيق وداك الشيء شنديرو بيه نخض نخرجو نصدقو ولا نقرطو نحطو البقر فين غدا رانا ما لقيت حتى شقور نايطة في الكوزينة ما كاين ما يتكال الكوكو هاز جوج حكاك تا وكاسة تغني عم بحدها. تبارك الله والسرورات على ميلود وبنيتي يلا فايقاو يلا صفات لك شبعو وانت الشمس طلقت شي طلقت هي عاد بالك الفطور وعاد بالك الغدا وبنادي راه خصنا نقولو عليه حنايا عشاء ما نقولو عليه فطور ما نقولو عليه غدا وانت يا بنادي نعاستي تخمرتي تعجينتك فاضت عاد بالك تيا بنادي تفكرتي الفطور تفكرتي الغدا وشوفي بعدا الراس اشنو قالك مني فقتي ما تفكرتي نجمع مع امي الدار ما تفكرتي يا بنادي تصبدي معايا الحوايج ما تفكرتي يا بنادي تطوي شطيطك ما تفكرتي حتى شي حاجه من غير انه فينا هو الغدا ها فينا هو الفطور وسير يا بنتي بغيتي تفطري على الجمل وراقد وسير يا بنتي بغيتي تفطري على بكره ورازنا وانت يا بنتي تحكوا لي امدي داك راسك دخلت عليك بسيد ربي اللي فوق منا كاملين ها رمضان جاي اش غادي ديري في هذا رمضان من عجب رمضان سالمه غتصومي صومي اليوم نهار كامل اش غادي دير وانت يا سالمه بقيتي عسليه تخمرتي ونطي فيك الجوع ودير عليا الخضالة ورمضان بسلامتك غتنعس ليا النهار كامل اه غتنعس ليا ما الفجر تأدى الأذان تاع المغرب وعيبني ما بيت عمدي ديك راسك ما تعيش هم فاهمين عندك بوحدك يلا قولي لي أنا بعد راسي عندي البنات عندي عرويل الناس وادي البنات أنا وادي الويل وادي الخز وادي الطاصل الوحدة فات المراود الآخرين الدوبر كامل غيسمعني قولي يلا قولي لي يا خويا رمضان اش عندي ريفي دابا انتيا واش كضحكي عليا كتفلاي عليا طرقع عليا الطنز العكري طرقع عليا الطنز الهبدي ولا الطنز المسفيوي ولا الطنز المراكشي ولا الطنز المغربي ولا اين طنز في الطنوز عرفتي داك الطنوز ديالك حفظتهم وليت كنعرفهم كاع الطناز راه كنعرف الطناز هما انايا واش تيا مزيان تيا بخير عارفاني انا ما غاداش نصوم حيت انا باقا صغيره وباقا ما شد ما تشوف قدي انا باقا شاد ركاني وكتلعب ماشي باقي تغسلني في الماء عند رمضان وسير صايم رمضان ما غاديش نصوم هاد رمضان غير ديريها في راسك ومن هنا نقولها لك باش تعرفيها تبقى عندك ذكرى يا حليلي على الصغيرة تبارك الله الصلاة والسلام على النبي رسول الله هالسرورات هالضرورات هالفقوسات على بنيتي وابني تاعك قولي لك على الصغيرة على فم السبع ما تدخليش معاهم وانت على الصغيرة على الشراجة ملي تضلي تنقصي فيهم وانت قول لي على الصغيرة على البيبان تاع الديار تاع الدقار والطراعي تاع الدقار اللي بيته وتضلي نهار كامل وغاد هاتي عاد رقية هاتي عاد الحاجة هاتي عاد الطاهر هاتي عاد هنقة هاتي عاد هاشمقة هاتي عاد تهامية ها وعلى الصغيرة على الطحراميات بنيتي والطحراميات راكي كطير فيهم سبقتيني يا بنيتي ويلي استغفرت الله العلي العظيم وبنيتي ذاك نهار رمضان 10 ايام ولا 5 ايام ديال الباكور راه ما كتصوميش فيها هذيك راه كدوز ويلي على ماما حنا راه عارفين كنا 6 ايام ولا 5 ايام ديال الباكور حنا عارفينها ما تحتاجيش تقوليها ليا ولكن انا قلت لك ما يتحقش عليا باقا ما غاداش نصوم دابا تنكبر ويلي باقي يلا انا في قاع الارض باقا كاع ما كنعرف بزاف تاع الطحراميات من ولفت نعرف الطحراميات وندي ونجي في الكيم ديك الساعة خصني نصوم ما يتحقش عليا اصلا يا مهمتي يا طمع بيا يا
بويا عمر وطيبني تكتافك فاتو كتافي مراودك فاتو مراودك وطولتك ابنيتي ولادك الكادر تاع الدفاع ابنيتي وكمارتك ولات حسن من كمارتي وكبر من كمارتي وشرف من كمارتي وباقي ما يتحقش عليك هل تيا بنيتي عاقول ليا شنو اللي ما شنو هذا اللي يتحق عليك ها احراميات واتي عاقولي ليك يا بنيتي عام ديتك راسك هاقولي شنو اللي كيتحق عليك الدبيان في بنادم نهار يجي عندك صحاباتك طرارارارارارا ما كتسكتيش ها يتحق عليك واتي عاقولي ليك يا ويلي استغفرت الله العلي العظيم ديتك راسك اشنو هذا اللي كيتحق عليك ويلي على الدريه ولات مراقب وقدك راه ولات ربعة الاولاد وغادي معاهم المدرسه وش جا معاهم وقدك راه ولدت بنت وزوجتها وراه غادي مدفوعه ويلي حي حي على باقا صغيره يسمعك تحط في الدوار غيبقى يضحك عيضحك عيضحك كتبان لي السنة تاع الدرسه ويلي استغفرت الله العلي العظيم انا واش نجذب هكا ولا نجذب هكا انا واش نحيد الحوايج ندير التفاحيه في الدوار ولا نضرب راسي مع الحيط على هاد الهضره يقول لي عم ديتك راسك ويلي علاش صغيره وعلاش ما يتحقش عليك ويلي استغفرت الله العلي العظيم ما لقيتيني شابني في كادة كون لقيتيني كادة باقا عطيتك الصحة اللي كانت عندي في الاول اللي طيحتوها ليا غبي نقيركم وبهتلامكم وعصابكم والعروق اللي غيتقطعوا ليا في الراس كون راني قرصتك تتهزي وتحطيتي شتك ماما دخلت معايا في المسجد شتك بديتك تعالي فيا شتك بديتك تعطيني في القاسح ماما ناقص منه غدا كاع ناقص منها ماكله نقعش يعاني ولا مقاني مع هاد المعيور مع هاد السبان ومع هاد المعاني اللي سالا كتوقعي فيا ناقص منه نقول لك انا واحد القضيه ودخلي هاد ودنيك ماما شتي تيا ما حال ومحال يسمح لك ربي من توالي انايا ايه هي راكي غديره معايا الفالطه وكتغلطي معايا بزاف واش نهار ماما عاخليني عاساك تنولي عاجز نوقف شي كلمه فانا وتيا ما ناقص منه غدا ما بقيتش انا كاع باغي ناكل ما ناقص علاش غديري هاد الغدا كلي عندي هي بوحدك ما ناقص ما ديريش لكاع ملي طيبك ما تعيطيش عليا ملي تحزرك كاع ما بديكي تاكلي نوضي تفعلي ما تاكلش وما فاعلش وما واكلش ما غادي ناكل شي ما تعيطيش عليا قلت لك ما تعيطيش عليا ايه ما تعيطيش عليا لا عيط عليا ما غنوضش صافي بقيت عيط عليك ويلي حق لي قلت لك كثرة الهم كضحك ضحكتني وانا ما قد نضحك وتعالي يا بنيتي لا يغدي راني حاط عليك جر محمر سيري راه محطوط في الفران ودير لك البسطايلة ودير لك دجاج معمر بالفريد ودير لك ساكوس ودير لك القرينة ان شاء الله اللي تضربك قلت لك ما تعيطش عليا الغدا كشتي دايرين وبنيتي ما مسالياش لما درتيه تيا والله ابوك اللي درتو انا كنت زعما بنتي اللي كبرت زعما وغدير ليا الغدا وغتهنيني شويه وتهز على ظهري الحمل ساعه الحمل كامل جمعاتو وحطاتو على كتافي وسيري تخشي في ديك البيت بقاي عام خشي قالت لي تما انا نقول لك الكلمه سيري تخشي تما انا راه شتي عام الكرش وصحاني كنطيب لك اللهم ولا ما طيبتي ما طيبت لك ولا شتي الضخمه من عندك اوكي فقستيني وكنتي غادي تقطع لي هاد العطر اللي بقى عندي في الراس مع كاع العروقه قطعتيهم وبنيتي بقى لك هرب داك صيفطيني ليها مرة كلشي صيفطي ليه السبيطار كي صيفطي ليه نعس في 7 ايام عد موير كي صيفطي ليه قرش في الفراش 10 ايام وبنيتي ما بقات لي حتى شي بلاصه مع المراره جاتني راه مشيت فتحتها وبنيتي ما بقى لي والو بقى لي عرض داك صيفطيني ليها على الفقسه اللي فاقساني الفكره اللي فاكراني الناس عندهم الاولاد انا عندي وتاد دقيهم في الدار ما ينفعوا ما يضروا في دقيتهم في بقاو ويلي ضحكتني قالت لك اللي تعيطيت عليا الغدا وانا دايرين وضحكتيني يا بنيتي بعدا ضحكتيني قالت لك ما ومالا جابت لي الضحكه قالت لك درت الغدا ما تعيطيش عليا واخا انتي راه بنيتك انت غنعيط عليك على زين في عائلك وزين شقاك وزين طيابك وزين صحابك وزين تخلصي خرجي تطيبة تاع باب خايمة وزين عوون زكتي جاب لك رقد باب قمام وضحكتني انت ما بقيت كنت نضحك الله يا رب شطيح الرديح ماشي سيرة صوم ولا سيرة فن ماما
السلام عليكم، ما تنسوش الصلاة على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله يبلغ رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ويدخل بالصحة والسلامة علينا وعلى جميع المسلمين إن شاء الله يا رب. يكون عجبكم الفيديو، لأول مرة غيشوفني اشترك في القناة، ترى غيكونوا فيديوهات زوينين إن شاء الله.